متى بيكون عندي صور غير معرفة؟ أول حالة لما يكون عندك صفر مقام. يعني زي لما أجي أحكي لك بأنه f of x بيساوي 2 على x، هذا فورا تستنتج منه بأنه f الصفر غير معرفة. طيب رقم 2، أعطيني حالة مشهورة بحيث أنها تكون الصور غير معرفة. جذر زوجي سالب، ثلاث كلمات مفتاحية، هذا ايش بيعني؟ اعطيني مثال عليها يا استاذ. اوكي، لما اجي احكي لك جي اوف اكس يساوي تحت الجذر اكس، فورا اف السالب واحد غير معرفة. هاي مشاكل الصور. طيب مشاكل النهايات. النهايات متى بتكون النهاية غير موجودة؟ لما بتعطيك عدد عصفر. حالة عدد عصفر نهايتك شو مالها؟ غير موجودة، بتعمل لك مشكلة اتصال. طيب في حالة ثانية، لما تكون نهاية من يمين ما بتساوي نهاية من يسار. هذا الكلام من وين أخذناه؟ من النهايات. طيب تفكير بأشياء سابقة من منهاج الأول ثانوي راح تفيدنا هون. طيب إجا الشرطي الاتصال على باب هالشركة، شاف العدد، قال له تعال يا هالعدد، بدي أشوفك إذا متصل ولا لا، بدي أمرقك موضوع الصورة، أشوف صورتك بهالاقتران، لأنه هذا الاقتران هو مبنى شركتنا، تمنك تكون جزء منه أو نعرف شو بدك جوا. نأخذ نهايتك ونحكم هل هن متساويات. طيب الآن الاتصال هالشرطي إذا حكالي بأنه متصل عند إيه وممكن يحكي لي غير متصل، إذا غير متصل فورا إيش بعمل؟ ستوب، ما بفوت على الشركة. ممنوع أي عدد غير متصل يفوت يقابل الاشتقاق ولا تحت أي ظرف.